السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاشت في سعادة مع زوجها وفجأة انقلب عليها، فلماذا يا ترى؟ بداية القصة، تزوجت فتاة ذات خلق طيب ودين من شاب لا يقل عنها خلقا وأدبا ودينا، وعاشا معا في سعادة كبيرة، ورزقا بطفلين جميلين كان قرة أعين والديهما. وبعد 10 سنوات من الزواج تغير الزوج فجأة، فأصبح عصبي المزاج، يغضب لأتفه الأسباب، وكثيرا ما ينتج عن غضبه هذا الاعتداء على زوجته بالسب والضرب دون سبب أو خطأ وقع منها. وقد تعجبت هذه الزوجة كثيرا من التحول الذي طرأ على زوجها، والذي كان رقيقا طيبا وقضت معه أجمل سنين عمرها. كانت تفكر كثيرا وتسأل نفسها: هل أخطأت في حقه دون أن أدري؟ هل طلب مني شيئا مهما ولم أهتم به؟ وهل أسئلة كثيرة كانت تفكر فيها ليل نهار لا تجد سببا واحدا يجعله يسيء معاملتها بهذا الشكل. ومع ذلك حاولت الزوجة كثيرا التودد إليه والابتسام والمزاح معه، إلا أنه في كل مرة كان يقابل طيبتها وحسن تصرفها بمعاملة سيئة لم تتوقعها، فكرهت الزوجة الجلوس معه، وأعلمت بما يحدث معها إحدى صديقاتها، وكانت حافظة لكتاب الله عز وجل وعلى دراية كبيرة بأمور دينها، فنصحتها بالصبر وبكثرة تلاوة القرآن والأذكار في البيت، وبالذات سورة البقرة. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. كما ذكرتها بأبنائها حينها علمت أن لا ملجأ لها إلا الله سبحانه وتعالى، فبدأت تنفذ ما أوصت به صديقتها، وأكثرت من الصيام، ولزمت الدعاء والاستغفار وقيام الليل، وبدأت تحفظ أبنائها القرآن الكريم وتروي لهم سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وفي صباح يوم افتعل الزوج مشكلة على مائدة الطعام، وبالغ في الإساءة لزوجته، وامتدت يده على وجهها، وخرج من البيت غاضبا. حينها لازمت تلاوة سورة البقرة بقلبها وبكل مشاعرها، وهي تبكي وتتضرع إلى الله عز وجل أن يحل مشكلتها. ثم اتصلت بأهلها وهي تبكي، فجاءوا للبيت ورأت منهم شفقة لحالها وحال أبنائها، وبينهم جالسون في البيت يقرؤون بعض سور القرآن. شعرت الزوجة بالهدوء وبدأت الدموع تسيل من عينيها، وفجأة قاطعت تلاوتهم صوت قوي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت التي تقرأ فيه سورة البقرة. فأسرعوا جميعا إلى المطبخ، ظنا منهم أنبوب الغاز أو الكهرباء، فلم يجدوا شيئا. عندها خرجوا إلى ساحة البيت فرأوا عجبا، لقد شاهدوا بلاطا خرجت من مكانها، فاقتربوا منها خائفين متعجبين، وتساءلوا: أحقا كان الصوت شديد منها؟ وهي سيراميك أو زليجة. فرفعوها ونظروا تحتها، وكانت المفاجأة الصادمة، لقد كانت شيئا من عمل السحر. وفورا اتصلوا بشيخ فاضل وأخبروه بما حدث، فأعطاهم طريقة التخلص منه، فقاموا بإحراق السحر على الفور،
وبعد حرق السحر مباشرة تفاجأت الزوجة بعودة زوجها للبيت على غير عادته في هذا التوقيت، والمفاجأة الكبرى التي أسعدت الزوجة أن الزوج دخل سعيدا مبتسما وهو قد خرج من ساعات قليلة غاضبا كئيبا، ومن يومها عادت السعادة كيفما كانت من قبل وأكثر. فما أجمل الالتجاء إلى الله عز وجل بالدعاء والصلاح والذكر والأعمال الصالحة وصالح الأعمال. قد قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فنسأل الله عز وجل العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك بالكافرين ملحق. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير، ولا نكفرك ونؤمن بك ونخضع لك. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم إني عبدك ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.